ويعني كيف قلت، واخا يعني هذا اللي بغى يخترق الحساب ديالك ولا القناة ديالك، واخا يكون عنده الباسورد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. أولا الشكر الخالص لأي شخص انضم لقناة باخويا فلوغ، شكرا جزيلا على دعمكم وعلى تعليقكم. موضوعنا اليوم غادي يكون حول سرقة قنوات اليوتيوب أو حساب جوجل، وبالفعل حساب جوجل هو اللي تيمكن لك باش تفتح بها القناة ديالك. كيف كتعرفوا شحال من واحد يعني تيسهر هذيك القناة وتيربيها بحال شي فليليسة تولي دجاجة، وتيجي واحد وتياكلها باردة، تيجي واحد وكيديها له باردة. نشوفوا مثلا يعني كاين يوتيوبر مغاربة مشهورين وتسرقات القنوات ديالهم، مثلا الأخ إم سي طالب ولا الأخ الشريف بلاك مصيبة. خلينا مع هاد المقاطع. هاد الحلقة غادي نخصصها للظروف الغامضة اللي مشات لي فيها القناة، وماشي غير القناة ديالي، حتى القناة ديال مول كاسكيطة ومرات مول كاسكيطة، ونعرفوا علاش هاد القنوات مشاو بثلاثة في نفس النهار في نفس الوقت في نفس الساعة. عاد فهمتني جاتني دقة آخر مرة غادي نجبد هاد خونا. صافي سالينا، صافي مالنا في هاد النحس. انتما كي كتشوفوا كيف قلت لكم يعني يوتيوبر كبار وتعرضوا لهاد المساله، فلهذا الحمد لله يعني جوجل ولا يوتيوب جابت الحل ديال هاد يعني هاد الكارثه. انا كنسميها كارثه على شي واحد، لان شفت بزاف الفيديوهات، شفت بزاف ديال الناس اللي سرقوا لهم القنوات ديالهم. كاين اللي بكى، كاين يعني اللي ما تقبلهاش. المهم هما كاينين خطوتين في هاد المساله. اجي نشوفوا كيفاش الحل باش ما تسرقلكش القناه ديالك. ويعني كيف قلت، واخا يعني هذا اللي بغى يخترق الحساب ديالك ولا القناه ديالك، واخا يكون عنده الباسورد، يعني واخا يكون عنده القن السري ديال الجيميل ديالك، واخا يدخل، انتما غتشوفوا العمليه. اش خاصك لابتوب وتليفون، يعني النمره ديال التليفون، وداك النمره راه هي اللي يعني خصها تكون عندك. النمره فاست خصها تكون داك النمره التليفون ديما تخليها عندك، وخا تغير الشبكه ولا تغير شي حاجه، حاول داك النمره التليفون ديما تخليها، لان هي الحل ديال كل شيء. خليونا نشوفوا هاد الخطوتين. كيف قلنا الاخوان، اولا الدخول للقناه ديالك، وكتضغط على زر يوتيوب ستوديو، كتشوف عدة خيارات، حاول تختار أفكار مخصصة لك. كيف كنشوفوا حماية قناتك، إن حسابك أكثر عرضة للهجمات في حال عدم تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، لذا ننصحك بتفعيلها الآن للاستفادة من مستوى آمن أعلى. المهم ضغط على زر كتطلع هذه الصفحة، حماية حسابك باستخدام التحقق بخطوتين. في كل مرة تم تسجيل فيها الدخول إلى حسابك، سيلزمك إدخال كلمة المرور ورمز التحقق، إضافة طبقة أمان إضافية، إدخال كلمة المرور ورمز التحقق، البريد المرسل إليك إلى هاتفك، إبعاد الأشخاص ذوي النوايا السيئة حتى تمكن شخص آخر من الحصول على كلمة مرورك، فلن يكفيك ذلك لتسجيل الدخول إلى حسابك. كيف كنشوفوا بعد ما دخلت لحساب جوجل، كيتطلب مني باش نستخدم الهاتف كخطوة ثانية، وكيف كنشوفوا ستتلقى جميع الأجهزة التي سجلت دخولها لحسابك رسالة مطالبة. وكيف كنشوفوا حتى الهاتف اللي مفتوح فيه حسابي، وهنا جوجل كتبعث لك رسالة، من بعد كتسجل رقم الهاتف اللي باغي تجيك فيه الرسالة اللي كتحذرك من فتح حسابك على جهاز آخر. وانت عندك الاختيار في نوع الرسالة اللي كتبعتها جوجل، يعني في حالة اختراق حسابك
او قناتك، من بعد كيتصل لك الرمز للتأكد من رقم الهاتف. من بعد إعادة إرسال الرمز كيف كنشوفوا الخطوات كلها تتضح أمامكم. انتم شفتوا يا اخوتي، يعني العمليه سهله جدا، كثيره سهله. انتم كتشوفوا، وخليونا نديروا واحد التجربه باش نشوفوا هذا الشيء واش ثابت بالصح ولا ماشي بالصح. ثم الى شفنا الاخوان، هو بمجرد ما دخلت لهذا الحساب ها هو جد. انتم كيف كتشوفوا، غادي ندخلوا نشوفوا شنو حاصل. ها هو اللي شفنا الاخوان، تيقول لك راه شي واحد يعني جرب باش يدخل بهذا الحساب ديالك على هذا. هو يعني عطيته تشمل أبارات، يعني تال البلاصة والوقت يعني حاليا. هانتوما كيف شفتوا الإخوان، يعني العملية سهلة ما فيها شي صعوبة. هانتوما كيف شفتوا خوتي، يعني بالدليل القضية سهلة، ما كتطلبش شي جهد. يعني اللي بغى يحمي القناة ديالو ولا الحساب ديالو، هذه هي الطريقة، والحل هو يعني رقم الهاتف كي شفتو، ويعني ايميل اضافي تهو تيكون تهو باش لا وقعت شي حاجة ولا ما التليفون داك النهار ما خدم. لان بمجرد ما كيتحل الحساب، يعني بمجرد ما كيتحل الحساب في اي جهاز كيف ما بغى يكون وفي اي مكان، ويعني واخا السارق ولا هاد السيد اللي بغى يخرق الحساب ديالك، يعني واخا يكون عنده حتى الفاخت فورد، راه ما غاديش يعني راه ما غاديش يدخل القناه ديالك ولا ما غاديش يدخل الحساب ديالك. لان بمجرد ما تيدخل اي جهاز كيف قلت في اي مكان في العالم، كتجي لك رساله نتايا، شوف على حساب الاختيار كي بغيتي الرساله، بان هذا الحساب راه تحل في المكان الفلان فلاني وبالجهاز الفلان فلاني، واش موافق انت ولا ما موافقش. الا ما وافقتيش يعني في الحين تيقطع عليه الحساب ديالك، ذاك الجهاز اللي يعني تفتح بالحساب ديالك في اي مكان. وكيف قلنا القضيه سهله، نطلبوا من الله نكونوا استفدنا كلنا خوتي، واستودعكم الله، وحتى الموضوع للفلوق الجاي. السلام عليكم.